السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الأخبار يا شباب؟ إن شاء الله تمام. اليوم معنا كلمة جديدة وهي فراولة. بدنا نعرف إيش معنى كلمة فراولة بالإنجليزي. طبعا الفراولة معروفة خضرة، لا شو خضروات، نوع من أنواع الفواكه. إيش معنى كلمة فراولة؟ ستروبري 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 ستروبري. حاول انك تكرر وراي، تمام، حاول انك تكرر وراي. ستروبري، سرع شوي برضو، ستروبري، اسرع، ستروبري. بتمنى تكونوا استفدتوا ويعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.